شلون استقبلت خطوه الاخ رئيس الوزراء انه رجع العلاق محافظ البنك المركزي بكل صراحه؟ وانت اكيد تعرف الاخ العلاق. نعم اعرفه السيد العلاق واعرفه من كان ايضا امين عام مجلس وزراء. وحقيقه مجيء السيد العلاق بعد اقاله السيد سنان الشبيبي والازمه التي حصلت، واعتقد انت حضرتك سلط الضوء عليها في الجزء الاول من البرنامج. انا اقول حقيقه المشكله ليس في رئيس البنك او محافظ البنك المركزي. يعني اذا استبدلنا العلاق وطلعنا السابق الخضير هذه لا تحل المشكله، المشكله واضحه. المشكله تحتاج الى تفهم اولا. الموضوع ارتبط بعملية بيع العملة. بيع العملة بدأ عام 2010 بمقترح من السيد المرحوم أحمد الشلبي. وكانت هناك توجهات على أن يصبح الدولار قيمته 1000 دينار عراقي. بمعنى كان الفكرة أيضا بعد أن يصبح 1000، لأن السيد سنان شبيبي جعل الدولار يزحف من 150,000 إلى 120,000، وكان التوجه إلى أن يصبح 100,000 وترفع 3 أصفار ليصبح الدينار يقابل الدولار. وأعتقد في وقتها كانت التوجهات هكذا، وتطوير التراكم المتراكم النقدي والرصيد في البنك المركزي العراقي وفي صندوق أموال العراق اللي هو في نيويورك، وهناك فرع منه في سويسرا. ما حصل هو حقيقة بعد إعفاء السيد سنان شبيبي وما مجيء السيد علي العلاق، مع كل احترامي وتقديري له، الرجل الحقيقة يعني لم يقدم شيء لافت للانتباه. استمر الوضع على ما هو عليه، استمرت قضية أخرى، يعني صار هناك استنزاف من خلال منح أكبر عدد من الإجائز والموافقات للبنوك، ولم يشتغل على أساس تطوير الـ 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 يعني الـ المنظومة المصرفية صحيح. والمالية في العراق. هذه مهمة البنك المركزي بشكل أساسي. ربما الرجل كان لديه ضبط إداري في جوانب معينة، لكن لم نجد مثلا استحداثات كالقوانين، قوانين مثلا غسيل الأموال. جميع بنوك العالم تعتمد على قوانين متجددة في عملية غسيل الأموال وتبييض الأموال ومعرفة مصادر الأموال وأين تذهب. الفكرة التي كانت أنه فتح منافذ البيع لمدة 5 سنوات، وكان هدف السيد المرحوم أحمد الشلبي بالاتفاق مع السيد المرحوم سنان الشبيبي أن يتوفر الدولار ويكون متعادل مع الدينار، وبذلك تقوية طبعا هي كانت للدينار العراقي بالأساس، وتكون مداها 5 سنوات وبعد ذلك تنتهي هذه القضية. ماكو نافذة، يعني ماكو شيء اسمه بالعالم نافذة صحيح. بيع العملة للمصارف الأهلية، لأن هناك تهريب، هناك غسيل أموال، هناك تبييض أموال، هناك تنشيف أموال. هذه ما أعرف المعلومات إذا كانت لها روادع أم لا، أو طبعا بالتأكيد لا يوجد روادع ولا توجد مراقبة لدى البنك المركزي في ذلك. لهذا استفادت البنوك الأهلية من هذه العملية، عملية تهريب العملة إلى الخارج بوثائق مزورة. وهذه القضية أصبحت معلومة من خلال يعني أول معطى أنه نسبة الجمارك اللي تدخل العراق الأموال الخارجة ينبغي أن يكون عائدها من الجمارك 10 مليار، لكن وزارة المالية تؤشر إلى 400 مليون. يعني فد رقم لا يتناسب تماما مع حجم الأموال الخارجة. وأعتقد صارت جرودات بحجوم الأموال، يعني مئات المليارات يعني طلعت لبرا، طلعت باتجاهات أخرى وانغسلت برا، وبعضها تم استثمارها بالخارج. هذه البنوك عادة وهي معروفة ونحشيها بكل صراحة تتبع للأحزاب، وبعضها تتبع للدول. يعني عندك بنوك لبنانية، بنوك إيرانية صح. بنوك خليجية أيضا تشتغل بالداخل. هذه البنوك لم تخضع لرقابة دقيقة جدا. حقيقة التحولات التي حصلت بعد 2003 ما كان العراق مهيئ إلى التعامل مع هكذا كتل يعني دولارية هائلة صح. بالمليارات، لأن تعرف العراق من الحصار انتقل إلى شيء آخر. أنه إحنا يعني بالحصار اللي صار على العراق
الحصار هو حقيقة منع التعامل مع العراق ومنع بيع النفط العراقي. صحيح. إدمان فرجة القضية يعني بالقرار 986 إذا تذكر بال95 وصار نفط مقابل غذاء. نفط مقابل استمر غذاء. هذا الموضوع التفاهم. صار صار الصندوق صندوق تنمية العراق أو صندوق هذا الموضوع اللي العراق. صار بالاتفاق مع الأمم المتحدة أموال العراق كانوا يعطون للعراق 59 والكل كردستان 13% والبقية توزع 5% إلى عائدات التعويضات عفوا. واستمرت إلى 2003 صدر قانون جديد اللي هو 1483 على ما أتذكر في شهر 5 من قبل برايمر، وانتقلت الأموال من صندوق السابق إلى صندوق أموال العراق. صح. فاللي هو مكانه طبعا في نيويورك، وكان أنا ذاك يمكن في الرصيد 10 مليار دولار. فصارت صار القانون أنه كل مبيعات النفط والغاز وإيرادات العراق الأخرى تدخل في هذا الصندوق، والبنك الفيدرالي الأمريكي هو الذي يشرف بإعطاء العراق ما يحتاجه في موازنته السنوية. إذن المال العراقي هو يخضع إلى البنك الفيدرالي العراقي. البنك الفيدرالي العراقي اكتشف الآونة الأخيرة الأمريكي اكتشف أنه هناك دول في المنطقة يعني في المحيط الإقليمي تستفيد من هذه المليارات وتوظف لشؤون حربية، وبعضها توظف لشؤون إرهابية، وهناك غسيل أموال هائل، وهناك تمويل لعمليات، بل إن بعض المعلومات والتقارير تذهب إلى أن الدولار العراقي صار يصل إلى روسيا ويصل إلى دول أخرى عديدة حقيقة، ليس فقط لبنان وإيران وسوريا واليمن وغير ذلك. صح. وهذا الأمر حقيقة يتقاطع مع مجموع القرارات الأمريكية التي صدرت منذ عام 2003 وإلان، وتحديدا بعد 2014 عندما أخضعت إيران إلى حصار اقتصادي ومالي يعني دقيق وصارم. صحيح. الشيء الآخر المعروف يعني إذن علينا يعني السياسيين، أنا مرات أتفاجئ لأن أجد بعض النواب يتحدث بمعلومات غريبة ومعلومات غير صحيحة مخطوئة تماما. يعني البعض يقول وأسمعها من سياسيين كبار أنه خلنا نسحب أموالنا من أمريكا. أنت مو بكيفك تسحب أموالك من أمريكا، أنت ما زلت تحت البند السادس في الأمم المتحدة، وأنت برعاية أمريكية كنظام سياسي وكاقتصاد وكنظام دولة، دولة العراقية برعاية أمريكية الآن. يعني هاي الحقائق يهربون منها، ما أعرف هم يهربون أو ما يعرفوها، يعني أكثر أظن أنه ما يعرفوها لأنه لم يقرأوا التاريخ بعضهم. يعني أنا أشوفهم شباب مثلا قرارات اللي صدرت في 95 يعني كانوا صغار ما يدركوها. صح. الآن يعني بعض النواب الشباب يعني مع احتراماتي لهم، والبعض من السياسيين حقيقة ربما بسبب مشاغلهم أو عدم اطلاعهم على التاريخ القريب للعراق وخصوصا في الجنبة الاقتصادية والجنبة المصرفية. نحن فشلنا في إنتاج نظام مصرفي سليم وصحيح ونافع للعراق.